هلا مرحبا، سوينا جراد، واللي ما يعرف الجراد هذا شكله دائما يطلع الجراد والفقع موسم واحد بعد الخيرات والأمطار. والجراد نوع من أنواع الحشرات النافعة اللي كلها دواء وعافية. عندنا مثل معروف، إذا طلع الفقع فصر الدواء، وإذا طلع الجراد فانثر الدواء، بينما فيه فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى ما شاء الله. هنا عندي قدرين موية مغلية، وعلى طول أقص الكيس، ومباشرة من فتحة الكيس للقدر ومباشرة أغطيه كذا مع التقليب غليتين وأقلبه بهالشكل كذا، وبعدين أنقله بالمصفاية على طول للقدر الثاني حتى أخلص الكمية كاملة. المقصد إني بس يكون نظيف عن من الأتربة والأوساخ. شوفوا كيف القدر الثاني، شايفين؟ وعلى طول خليه يغلي غليتين، وحط عليه فنجان ملح خشن. إذا كانت الكمية كثيرة تحطون فنجانين على حسب نظركم. أقلبه، خليه زي ما قلنا ساعة، وبعده كذا بيكون جاهز، شايفين؟ خلص. وعلى طول نسمي بالله، نصفيه بمصفاية، خليه يصفي. وبعدها شوف كيف القدر اللي غليته أول غالية، شوف الأوساخ والأتربة. بعدها إذا حبيتوا تجففونه بالفرن أسرع بصياني، تحطونه على حرارة متوسطة أو أقل من المتوسط تقريبا ساعة مع التقليب، أو إذا حبيتوا بالشمس، أو إذا كان في شمس أو برندة أو سطوح تغطونه بالناموسية وكذا يكون عندكم جاهز. شوفوا كيف، طبعا أنا لا أنا ولا عائلتي ناكله، لكن أحب أسويه للي يحبه، أمهاتنا عماتنا خالاتنا تهدونه كذلك، يعني ترى محبوب للكبارين السن، خاصة أمهاتكم أبهاتكم، يعني له طعم خاص عندهم. هنا البودرة خاصة للمتزوجين اللي عنده مشاكل أو ضعف أو كسل، مرة له فوائد وقروا عنه. وبعد ما خلصت طيبت بيتي عن الروائح، وعلينا عليكم بالعافية، ولا تنسوني من دعاكم.